يرتاح فيها. إلى قناة قليل اليوم خمسة لعبة عشرة رابعة عشرين بعد نتوك الرسمع ما معنى أن يكون بذل في الأهوج من حدها الرسمع رسمع الإنهاء ورسمع الخلص السلام ما هو راح وأنا ما أقضي خزي براس يقول من التجمل تقدر خمسة لعبة الفاتحة حاول قليل للتعديل إنسان قابل للتعديل أو له ملاك يقرب يسعى هو بالإصلاح ونجالس الناس الصالحة ونشي نبحث عن الخير وفعل الخير وعمل الخير ونكون الراس ونرشده ونحاول أن نغير من حياته لأكبر من قدها. هذا التعاونيات اللي مرشوع به مواقعيات التعاونيات 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 لماذا تعاون؟ قال الله عز وجل قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والتعاون نوع من التكافل الاجتماعي. يقول نعرف نحن عنا متعاونين لا خدمة رؤوسنا خدمة مجتمعنا معنا متعاونين بعضنا يوكل بعض. الله يخزي بي الله يقهرها بي لا لا الحين مسؤوليتنا هذا الحيوان نحن نعطيه الخمسة آلاف والله العشرة آلاف كن تخاف عليه خوف هذا الحيوان هي بتاعنا ونتلاحم عليه تود انتي واقفة تم نحن نشرب عندك كاملي ما نتود انتي واقفة ما نشرب نحن ما عندكم تقول فتحنا ما تشرب عندنا يقوم الحس أعطنا عفوا ذهمنا ونسعوا فيه كاملي ونجح ونجحنا كاملي واستمرار استمرارنا كاملي وخسرته خسرتنا كاملي لا مش اعتمد دقائق وجابتكم النتيجه وقتلتوا معكم قد الثقه ولا اكتسبته وتباخرتوا عليه وتيتوا تتناتوا تو تناتوا للدرجه ديالي انتم الاخبار ما عندكم في التالي شوف خبر ها ولا ظنيتوا ما تعرفوا كان كليه تبعتوا دابا ما تعرفوا كان كليه تصبحوا انا قاعد اتناتر عليه طانا مدانا من الدار لا تقنينا عن الفخر وطاتنا شي نشتغلوا ونتعاونوا في الحل في السراء وفي الضراء واضحه ان في صور ما واضحه ان حيطلوا خوتنا كلهم هذا من دمك كذا ما واضحه ولا شفنا واحد من اخواتنا ما يقضى الطريق الصح بالشور وبهدوء ويسوي كل منا لا تسمع هذا هي الناس تفاضل منه خالد هذا قد أدى اثر علي انا يعني. يقول هذا ما ياثر علي اني نعدل انا شي خاص اللي يجي هذا يقول فلان راهي عدلت شي خاص من التلفون اللي تسمع له الله تام التوهية تلقى يصدق على هذاك العدل في النمر كذا وكذا خاص اللي ما ضربي قاعد تقول والله لا عدلت خاص قبل ما تتعب والله تقول والله لا عدلت قوس ظهري فينا انا يقول لهم انتم ما شاركتم اللي عملوا لا بكم القصد وفهم بأن العمل ما فيه قصد ولا فيه نفع الفرض على كل أحد منكم يخطئ الآخر فيه يمشي في ياكل بدون شيء ما وصل أحد منكم تؤشر عليه تشرف العشرة من الوشي ومنكم طالع له ومنكم ما طالع ود واحد فيه لأتان ما هي يشهر وشفت أنتي يعني كل شهر قاعدين واحدين قدامك نمشي نبرك هوك ونقطع تلفون فلان انت في راضي قدامك واحدة ما أقول خلي عمل يسترق عليه وتقولي توحد فيه لأنه كبر نتعلم صغير ما يرد هذه المدة نتعلم متوسطة ما يرد هذه المدة نتعلم في آخر عمر نسأل الله حسن خاتم النور للجميع قاية معنا كبر نتعلم من بابي من بابي أنا كشخص نتنجى من حقي الصبح يسألون الملائكة عندي باش أجاوب ونتعلم من باب آخر عني قد مرجع الأولاد ليش أحد منهم بعد المرحلة الابتدائية عنده كلمة لا يصحح والله ثنتين ما نقول ما قد صحح حال ولا فاتني رد المولى أني ما قد صحح حال ما تقدر كومبلكسية منهم نقص أختي نقص خويا عيط لولدي ذاك البنت قرا وهاي لولدي قرا أكبر من قدها ما أنا هنا قرايتي لا تفتح لي باب آخر أني لقيت واحد في تنمية لا تفتح لي ولا نفهمها حد ما يقرا ما يقدر يفهمش ما يقدر يفهمش ما هو اللي يقرا ويتعلم لكنه قابل للتأهيل وقابل للتعطيل ما فهمني مش عطى الراس انك بعض مجال من مجالات الحياه نتكون فيه هي الناس كامله بعد كده